بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الطالب، عزيز المعلم، عزيزتي المعلمة، عزيز الموجه، كلنا جميعا لابد أن نواكب التطور. وأول خطوة كي نواكب هذا التطور وهذه الحداثة أن نتابع كل ما هو جديد بالنسبة للعملية التعليمية. ومن المهم لنا جميعا أيها الأحبة أن يكون لدينا إيميل على بنك المعرفة المصري، فكيف تقوم بعمل ذلك؟ انتظروني بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم بعد الفاصل، فتعالوا بنا نعرف إزاي نعمل إيميل على بنك المعرفة المصري. أول حاجة هتفتح المتصفح بتاعك، وهسيب لك رابط الموقع في وصف الفيديو، يعني تعمل لها نسخ وتحطها في تعمل نسخ للموقع اللي انا سايبه لك في الوصف، وتحطها في المتصفح بتاعك، فهيفتح لك الايه الموقع. الموقع هنا هتروح على كلمة سجل، كلمة سجل هتضغط عليها ضغطة. اما لو انت ليك معاك ايميل وانت عامل ايميل فهتدوس تسجيل دخول طبعا. فاحنا هنعمل ايميل لاول مرة، فعشان كده دوسنا على سجل. فتح لك انشاء حساب جديد. طيب هنا بقى في اربع بوابات، البوابة الاولى خاصة بالقراء، البوابة الثانية خاصة بالباحثين، البوابة الثالثة خاصة بالطالب والمعلمون، البوابة الاخيرة خاصة بالاطفال. احنا هنا انا الحساب اللي هسجله لابني فهو طالب، فانا راح اضغط على بوابة الطالب والمعلم. وانت طبعا لو حضرتك معلم هتضغط على نفس البوابة، اما كنت طالب كذلك او موجه برضو هتضغط على نفس البوابة، بوابة الطالب والمعلم. كده فتح الصفحة معانا، فهنبدأ نسجل. الاسم الاول هتكتب فيه الاسم، اسمك واسم الوالد، يعني هنا انا هكتب يحيى عرفات. اسم الأخير اللي هو اسم الجد. البريد الإلكتروني طبعا لازم يكون معك بريد إلكتروني عشان خاطر تقدر تسجل في الموقع ده. لو ما كانش معك يبقى هتعمل بريد على الجيميل أو على الياهو، أي ما تشاء يعني. فده البريد بتاع يحيى، فأنا جينا في البريد الإلكتروني، تحط البريد الإلكتروني، تأكيد البريد الإلكتروني، هنكتب هي عرفات 92 @gmail.com. ماشي. رقم الهاتف هحط رقم الهاتف بتاعي انا 0 3 1 8 7 9 6 8 7 0. ماشي. بعد كده تاريخ الميلاد هكتب انا 21/09/2009. الرقم القومي هتحط الرقم القومي بتاعك. دي البيانات الشخصية اللي انت سواء كنت طالب او معلم او موجه هتحط نفس الاولي امر، كذلك الامر برضو هتحط نفس البيانات هنا. بعد كده راح تروح تنزل، لو انت معلم هتختار هتعلم اقصاد معلم، لو انت طالب جامعي هتتعلم اقصاد طالب جامعي، لو انت طالب مدرسي يعني زي يحيى كده هتضغط هنا وهتختار المحافظة الأقصر، المنطقة الأقصر برضو، اسم المدرسة الغرز الابتدائية الجديدة، السنة الدراسية هو الصف الرابع. بعد كده تنزل تحت يا حبذا لو تقرأ الشروط والأحكام دي. بعد كده تكتب
الرمز اللي هو موجود هنا 2100، وهنا بعد كده تدوس ارسال. وبعد ما دوست ارسال راح فتح لي الصفحة دي. هو تم تنفيذ طلبك بنجاح، شكرا لتسجيلك في بنك المعرفة المصري، ستصلك رسالة تأكيدية قريبا على بريدك الإلكتروني المستخدم خلال عملية التسجيل. وهيقول في حالة عدم وجود البريد يرجى تفقد اسبام، يعني في الرسائل اللي هي الغير مرغوب فيها، ممكن ما تلاقوش في الانبوكس، تلاقيه في الرسائل المزعجة او كده يعني. فتقلب في الايميل بتاعك تماما عشان تلاقي الرسالة دي بس. فدلوقتي انا هروح للايميل بتاع جيميل، فلقيتهم بعت، او ده الايميل بتاع يحيى، فلقيت بعت الرسالة دي. فانت هنا عشان لازم تدخل على الايميل بتاعك وتدخل على الرسالة دي عشان تنشط الايميل بتاعك. وهو هنا بيقول لك ان ادي الايميل بتاعك، هتعمل عملية نسخ ليه، وهتروح على بنك المعرفة تاني، هتقول تسجيل دخول. دي طريقة، او ممكن انت في نفس الرسالة، تدوس على لوجو، يعني دي او دي، يعني ممكن تعمل تسجيل دخول وتحط الايميل وكلمة سر اللي هو بعتها لك، بعت لك كلمة سر عشان تدخل بيها اهي، وجايب لك اسمك والايميل بتاعك فانت تحط الايميل وكلمة سر اللي هو حاطها لك، او ان انت في الايميل نفسه تضغط على ايه، على لوجو. هو طبعا جايب لك الرسالة باللغتين، بالعربية والانجليزية، فانت هتضغط على لوجو او انت تعمل تسجيل دخول. لو عملت تسجيل دخول هتكتب الايميل بتاعك ده والكلمة السر، فهيفتح لك صفحة جديدة عبارة عن ايه. هنا بقى فتح لك الصفحة، تحس ان انت تحط الايميل بتاعك، وهنا كلمة السر اللي هو بعتها لك في الايميل، هتحط كلمة سر اللي هو بعتها لك في الايميل، تعملها نسخ ولصق وتعمل تسجيل دخول. بمجرد ما هتعمل تسجيل دخول هو هيفتح لك صفحة بحيث ان انت تحط كلمة سر من عندك جديدة. كده فتح لك الصفحة، هيقول لك نيو باسورد، يعني حط الباسورد بتاعك اللي انت عايز تحطه، لان هو كان حاطط لك باسورد من عنده، فانا هكتب الباسورد. وتكرر الباسورد، وتدوس سيف. هنا طبعا فوق قد يكتب لك يحيى عرفات على اساس انت خلاص دخلت. وكده انت فعلت حسابك على بنك المعرفة المصري، وحطيت كلمة سر من عندك. فكده لما تيجي تدخل تاني هتحط الايميل بتاعك وكلمة سر اللي انت كلمة سر اللي انت حاططها. وبكده ان شاء الله يكون افدتكم في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.